هي 79 كيلوغراما من المخدرات، ليست من القنب الهندي بل من أخطر وأغلى أنواع المخدرات الكوكايين، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة في الجزائر. المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، وبعد عمل استعلاماتي عالي المستوى دام لأكثر من 3 أشهر، تضرب مجددا وتحبط واحدة من أكبر محاولات إغراق الجزائر بالكوكايين، وتوقف 16 شخصا شكلوا شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، يقودها واحد من أكبر بارونات الإتجار غير المشروع للمخدرات المسمى شين شعيب المكنى الحاج أو زقبوج والهارب بفرنسا، والذي لم يؤمن بقضية الرجال فلدغ من الجحر مرتين في مدة 4 أشهر فقط، أين أطاح عناصر ذات المصلحة بشبكته التي شكلها شهر مارس الماضي وحجزت أكثر من 1,200,000 قرص من المؤثرات العقلية. التحريات التي باشرها عناصر الأسيلتيس مكنت من تحديد عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، بداية بالعنصر الذي اختير لنقل هذه الشحنة من تمنراس إلى الجزائر العاصمة والبالغ من العمر 60 سنة، فئة عمرية يستغلها المكنس قابوج كحيلة في مخططاته الإجرامية للتمويه وإبعاد الشبهة. هذا السائق الستيني كانت عيون عناصر ذات المصلحة ترصده على مدار الساعة، ليتم توقيفه بتاريخ 23 جويلية 2023 بمدينة بريان بغردايا على متن مركبة رباعية الدفع، وبعد التفتيش الدقيق عثر بداخلها على 65 صفيحة حملت أكثر من 73 كيلوغراما من الكوكايين، تم إخفاؤها بإحكام على مستوى مخبأ سري استحدث بالصندوق الخلفي للمركبة. توقيف السائق الستيني كان إعازة لبدء حملة تطهير للقبض على بقية أفراد المجموعة الإجرامية واقتحام أوكارهم التي تحصنوا بها في كل من الجزائر والبليدة، والذين تمثلت مهمتهم أساسا في توزيع وترويج هذه السموم، كما أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن ضبط كمية أخرى من مادة الكوكايين يقدر وزنها ب5 كيلوغرام و680 غرام ومبلغ مالي قدره ب2,176,000,000 سنتيم، لتسقط شبكة زقبوج مرة أخرى وتحجز حمولة الكوكايين التي بلغت قيمتها المالية 430 مليار سنتيم، التي كانت موجهة لتسميم شباب الجزائر. لتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية التي مكنت مصالح الأمن الوطني من ضبط 35 كيلوغراما من الكوكايين على متن باخرة أجنبية بميناء الجزائر.